السلام عليكم خوتي الاعزاء، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في القناه ايموبيلي طنجي. الان كنتواجدوا تجزئه عواطف. تجزئه عواطف هي اللي كتربط ما بين الطريق ديال المسنانه وما بين الطريق ديال المارجن. كاينه قطعه ارضيه للبيع، المساحه ديالها 110 متروجات مربعه على الشارع ديال 12 متر، هو هذا كما شفتوا. تجزئة طران كيلو نقية هنايا، والثمن ديالها مناسب. الفرش هذا ديالها 10 متر ديال الطول، 10 متر ديال الطول من تما، ومن فوقي 11 متر ديال الاتجاه هذا ديال 11 متر، ومن هنايا قلنا 10 متر. قطعة هي هادي جات مشمشة كما لاحظتوا معايا في الفيديو. حاولوا دائما تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، الله يجازيكم بخير باش تفهموا المعلومة والتفاصيل. القطعة هي هادي، حنا غادي نشوفوها، هاهي اللي انفص معنا، هاهي داك الحيط راه هو. انت ماشي هايدا كيما قلت لك، كتحسب 11 ديال المترو، 11 ديال المترو كتجي حتى لديك الرتاحة هايدا، وكتمشي جات مربعة، ما كاين لا ترابيز لا والو، جات مربعة، كتمشي فحالك هايدا، كتمشي فحالك. هنايا قلنا 11 ديال المترو جات طويلة هايدا، ومن ثم 10 متر كما تما كما الواجهه جات مربعه حتى عندك الصره، حتى عندك الاتجاه راه هو فينو، كتجي في حاله هايده. هاي الارض محافظه تتريه، جات في التجزئه كما لاحظتوا معايا. القلان اللي كيعطيو هنا في حالك في حاخوتك، تجزئه هادئه وترانكيل ونقيه. هنايا هنا فين كيدوز الصروخ امتحان، هنا كتخرج فحالك عندك الجامعة، اتجاه ديال المسنانة بقات في هاد الاتجاه هذا، من هنايا كتخرج فحالك المسنانة، نتوني النفق ديال المسنانة، ومن الاتجاه هذا أنا غادي نوريكم الأرض بالضبط فين جات. اللي بغا يتواصل معايا على الرقم التليفون ديالي عندي فيه الواتساب، واللي عنده شي حاجة بشي تمام زيون يتصل بيا. كما كنقول لكم أخوتي العزاز، الهمازي هما اللي كيتمشاو، أثمنة مناسبة كتمشي في السوق، والحاجة اللي غالية على السوق تما كتبقى ما كيديها حتى واحد. نعملكم واحد الجولة في هاد التجزئة هادي، تجزئة عواطف، قطعة أرضية للبيع بطنجة، منطقة تجزئة عواطف. هادي هي اللوتيسمون. عملوا معنا اشتراك أخوتي العزاز اللي باقي ما مشاركش، وبارطاجيو باش كتوصلوا بنا عند العقار إن شاء الله اللي يناسبكم يعجبكم في القناه ديالي. الحمد لله دائما كنتوصلوا بالجديد. هذه تجزئه عواطف كما لاحظتوا معايا، نعمل لكم واحد الجوله هنايا، والثمن ديالها مناسب اخوتي. اللي بغى يفوز بهذه القطعه ارضيه، الشارع د 12 هو هذا اللي ماشي انا فيه، الشارع د 12 انا نعمل لكم هنايا. كما قلت لكم اللي عنده شي بارطمان بشي تمام زيون يتصل بيا، جهاد مجمع الحسني، إقامة النور، شارع فاس، وخا من ديك العمارات قدامين في المدينة يتصل بيا. أنا نوريكم الأرض بالضبط فين جات، أنا نوريكم الأرض فين جات. شوف على يدنا د اليمين، من هنا كنشوف حنان مسنانة، ومن هنا كنشوف حنان مارجن، يعني الأرض معروفة تجزئة عواطف. أنا نزيد نعمل لكم واحد الجولة هنا عاوتاني، الخوت اللي كيتبعونا من أماكن بعيدة باش يعرفوا لنا هاد العقار بالضبط فين جا. كما لاحظتوا معايا تجزئة ترانكيل ونقية هنا، مرجان هو غير هنايا في هاد الاتجاه هذا، مرجان مرجان طريق د الرباط، ومسنانة أنا قلت لكم راه الشارع الرئيسي اللي كيدي المسنانة. كما قلت لكم أخوتي العزاز، اللي فلوسه واجدة وناوي معقول لا قواش، السيد كاتب يدي الوريقات ديالو، الأرض محافظة وجات في التجزئة، تجزئة عواطف. دابا حنا دورنا مطهر ديال الأرض.
احنا غادي نرجعوا له دابا، تبعوا معايا. اللي عنده شطريف هنا في شي تمام زيون عاوتاني كذلك يتصل بيه ودخلوا القناه ديالي اخوتي العزاز، فيها ميتشا، فيها فيلا سبارتماس اراضي. ها الرون بوان ديال مرجان، الجهه ديال مرجان، نوريكم الارض بالضبط فين جات. هذا الرون بوان، من هنا كطلع في حالك كامبو التيحات، فين كيلعبوا التيحات، الطريق الرئيسيه ضربات في الاتجاه هذا، والداخله ديال التزئه هي هنا. ها قطعه فيني غادي نمشيو نشوفوها. حاولوا سمعوا معنا الاشتراك اللي باقي ما شاركش، باش نوصلكم هنا هذا العقار اللي يناسبكم ويعجبكم ان شاء الله في القناه ديالي. هذه هي تجزئه عواطفيه هادي. انا قلت لك من ديك الاتجاه كتجي في حاله هايده وكتجي في حاله هايده، كطلع على الاتجاه هذا كما لاحظتوا معايا مشمشه وجات في موقع ترانكيل والنقاوه هنا. انا غادي نجي انفاس معاه مع الاتجاه هذا. انا جيت انفاس معاها، جيت ما بين ديك الدار هيدا 10 دمترو، ومن هنا كتمشي 11 دمترو، جات مربعه، ما كاين لا ترابيز ما كاين والو. وهنا بلان كيعطيو في حالك في حاخوتك كما قلت لكم، هنا كاين الصاروخ كيعمل تعليم السياقه، والشارع ضد 12، والشمس كتضرب في هذا الاتجاه هذا انفاس من هذا الاتجاه هذا كما قلت لكم. مساحة 110 مترو جات مربعة على الشارع ضد 12 ومحافظة تترية. تقريبا جميع المرافق العمومية، مرجانها وحدك هنايا، مسنانة هي هنايا، اختار السوق اللي بغيتي، كلشي قريب لي لك هنايا، قريبا طريق دار الرباط، قريبا جميع المرافق العمومية. الثمن ديال اخوتي العزاز، الثمن ديال 12000 درهم، 12000 درهم من المترو. هاهي فين هنا كتعمل 14000 درهم. اجي سول شحال كتعمل هنا. كما كتعرفوني انا كنفتشكم على الهمزات اخوتي، 12000 درهم من المترو. كما قلت لكم اللي ناوي المعقول وفلوس واجده لاقيوها بالسيد يدي الوريقات ديالو من غدا يصبح يبنيها. ها كما لاحظتوا الشمس كتضرب اونفاس، يعني غادي تجيك الدار مشمشه. انا اجي عاوتاني اونفاس معاه. كما قلت لكم الخوت اللي كيتبعوني من هولندا، فرنسا، بلجيكا، المانيا، امريكا، الخليج، كيعجبني انا نعطيهم انا كلشي بالتفاصيل باش نساعدهم يوصلوا لنا هذا العقار اللي يعجبهم ان شاء الله ويناسبهم. ها هي كتبدا من تما وانتينا ماشي في حالك، هنا قلنا 10 مترو ومن فوقي كطلع في حالك 11، وجات مربعه ما كاين لا ترابيز لا والو، والثمن ديالها مناسب 12000 درهم من المترو. كما قلت لكم هنايا كتسمى 14000. قطع ارضيه للبيع بالطنجة. ها هي جات ما بين التوني النفق ديال المسنانه والطريق اللي كدين مرجان، هي جات في الوسط. الدخله ديالها من التجاري وفا بنك، التجاري وفا بنك، يعني عندها بزاف الداخلات. بغيتي تدخل من تجاري وفا بنك، بغيتي تدخل من هاد الاتجاه هذا، من هاد الزنقه هادي اللي عملت لكم دوره منها، بغيتي تجي في حالك من هاد الثانويه هادي اللي هنايا، الطريق اللي جيتي منها غادي تصافيه. اللي عنده شي دار هنايا بشي تمام زيون كذلك يتصل بيا. كما كنقول لكم الاثمنه المناسبه هي اللي كتمشي في السوق. وحاولوا تتبعوا القناه ديالي اخوتي، الحمد لله دائما كنتوصلوا بالجديد باش نساعدكم توصلوا لنا هاد العقار اللي يعجبكم ويناسبكم ان شاء الله. قطعة مزيونة هادي، 110 مترو تعمل الدار بالكراج وتجيك الدار مشمشة، والدار تترية، هادي الكتابة ديالها عند النوتر، عند الموثق، والحاجة عادلية ملكية كتكون عند العدل، والحاجة محافظة كتكون عند النوتر، عند الموثق ولا موثقة.
هاد النمره اخوتي العزاز عندي فيها الواتساب اللي كيجبر الخط مشغول، حيت مع مارس كيدخلوا لي جوج مكالمات في دقه. دخل غير الواتساب، خلي لي الرساله الصوتيه اللي بغيتي تقول لي وغادي نجاوبك. كنشكركم بزاف اخوتي العزاز على التتبع ديالكم معنا في القناه ايموبيلي طنجي، والسلام عليكم.